وصفتنا لليوم بتنعمل بطنجرة واحدة، وما رح نوسخ كتير من قوانين المطبخ ولا رح نجمع جلي، وكتر ما هالوصفة طيبة ولذيذة بتنفع حتى للعزايم. عندي الدجاج هون، أنا غسلته كتير منيح. دايما بتسألوني يا ليلى أنت بشو بتغسلي الدجاج؟ بغسله بالملح والزنجبيل الباودر فقط لا غير. في كومنت كتير كان عم يجيني، يا ليلى عملي معروف، عملي لنا أكلات سهلة، أكلات ما بدها وقف كتير بالمطبخ وما بتعذب وتكون طيبة بنفس الوقت. فتكرم عينكن، إجا الوقت أني أقدم لكم هيك وصفة. رح تبل الدجاج أول شي. بدي قدر ملعقة طعام مليانة جبل من البابريكا، ملعقة ممسوحة من الملح. طبعا كمية الدجاج اللي أنا عندي هي كيليان من أفخاد الدجاج، فيكن تستعملوا أي دجاج أنتو عندكن، يا دجاج كامل مقطع، صدور دجاج ما بيأثر. أنا اليوم استعمل الأفخاد. نصف ملعقة طعام من الفلفل الأسود، بحب فرجيكم إياه، أنا طحنته على إيدي، طعمته ونكهته غير. ملعقة طعام من الثوم الباودر، نصف ملعقة طعام من زعتر الأوريجانو، ملعقة طعام من أي بهار دجاج أنتو عندكن، يا إن كان بهار دجاج بهار كبسة، المتوفر عندكن حطوا. عندي هذا الكرافس المجفف، أنا مجففته على إيدي، حوشته أو قطفته من الضيعة لما كنا بالصيفية بالضيعة، وجففته وحطيته بهذا الأطراميز. هلا حاستعمل منه قدر ملعقة طعام. طحنت منه قدر ملعقة طعام مليانة. أنا بفضل أضيفه الكرافس، إذا ما عندكم إياه فيكم تستغنوا عنه، تستعيدوا عنه بملعقة كزبرة، بس بفضل الكرافس بتعطيها نكهة كتير طيبة. مهروس الفلفل يلي عملناه، الله كل ما بفتح الأطراميز يا جماعة ريحته بتشهي القلب. رح حط منه قدر ملعقة وسط مليانة، يعني ما بتستحلوا إلا تجيبوا الأطراميز وتشيلوا وتدهنوا على خبز وتاكلوها هيك حدا جنب شفنجان شاي، بس فقط لا غير، على كتر ما ريحتها بتشهي. آخر مكون رح ضيفه هو الزيت. بدي 5 ملاعق طعام من الزيت، أي زيت نباتي متوفر عندكم، أنا عم ضيف زيت الزيتون. بقلبهم أول شي منيح مع بعضهم قبل ما نزل عليهم الدجاج. تمام، ننزل عليهم قطع الدجاج. يا ريتكم حدي وتشموا هالتبلة، الله عن جد انا بحب التبلة اللي بتنعمل على الايد حبيب قلبي، ريحتها ونكهتها عن جد بتكون غير. بسم الله، ندعك مع التبلة كتير منيح، بنخلي التبلة تغلف كل قطع الدجاج. وهذا الدجاج صار جاهز عنا حبايب قلبي. بدي أقول هون شغلة كتير مهمة، فينا نعمل نحنا هيدي التبلة قبل بليلة ونحطها بالبراد، ما في مانع أبدا، وفينا نعملها دغري ونبلش فيها مباشرة. أنا مباشرة رح بلش فيها، مجهزة طنجرتي على النار. بسم الله، هلأ فينا نحط شوية زيت، فينا بلا، لأنه نحن حاطين بالدجاج زيت. وبنصحكم قد ما فيكم تجربوا تنقوا أفخاد الدجاج يكونوا مش كتير كبار، يا أما صغير يا أما حجم وسط. حطيت كل الكمية والخلطة ديعانة، بدهن فيها الدجاج. هلأ بدي غطيه هون وبدي انطر عليهن 10 دقايق حتى يتقلوا مزبوط مزبوط. بنخلي النار عالية تحتهم، ما في مانع أبدا طبعا مع المراقبة، يعني أنا بالمطبخ عم بشتغل وعيني عليهن. بعد 10 دقايق بيجي بكشف الغطاء وبقلب الفخاد وبتركن نصف ساعة. بهالوقت الجلي كانت مليانة جلي، فضيتها وخلصت من همها.
كنت مجلية هذا القطرميز، هذا أنا بحط فيه خميرة وبحطها بالبراد، فرح أعبيها خميرة عن جديد. أنا بحب بس يخلص المكونات من قلب أي عبوة زجاجية جليها قبل ما أعبيها مرة تانية، هيك بحسها بتطلع نظيفة وبتشهي. احتياطا أنا بحط فيها محرمة وبنشفها، لربما هلا هي ناشفة بس للأمان أكتر. بجيب من هول العبوات الكبار لأنه هي الخميرة ما بتخرب، خاصة بالطريقة اللي عم بحفظها فيها بعبوة زجاجية وبحطها بباب البراد، فبتطول عندي لو سنة، لو أكتر من سنة كمان بتطول. هلا الباقيين بحطهم بعلبة تانية. انه سبحان الله شو هالمكون هيدا، ليكو كيف جاي مثل الشعيرات، بنحطه بالعجين، العجينة هيك بتنفخ وبتنفش. علم الانسان ما لم يعلم، عن جد سبحان الله. هلا في عندي هاي البصلة، شايفين حجمها قد ايه ما شاء الله، هيدا الحجم. فيكن تستخدموا بصلتين حجم وسط او مثلي انا بصلة كبيرة، رح افرمها وضيفها فوق الدجاج. هلا حبايب قلبي صار قاطع نص ساعة عالدجاج، استوى 100%. قربت لكم الكاميرا عن قريب. هلا شو حاعمل؟ رح شيل الدجاج، ليكو اصلا خايف يشيله ليروح يفرط. بسم الله، شايفين كيف قطعت الفخدة ضلت بالطنجرة؟ منهنهت مهنه مهني هني، حطفي الغاز لبين ما انا شلتهم لأنه حسستهم. ما شاء الله ما شاء الله. ليكو على فكرة هو الدجاج نفسه بينزل إيدام، فما تكتروا دهون، يعني نحنا من دهنه من قليله. ليكو الفختي قدي قدي ما أصغره. حطهم كلهم بالصحن على جنب لأنه بدي كمل طبختي بنفس الطنجرة. حبيب قلبي ليكو تذكرت شغلي قبل شوي، كنت عم جلي علبة الزيت يلي فيها الفرشية، ما بعرف إذا تذكرتوها. فتذكرت واحدة من حبيبات قلبي المتابعات كانت سئلتني عنها، فحطيتها تركتها على المجلة هون قدامي تأحكي لعنها، لأنه قيلت لي عملي معروف مدام ليلى بس فرجيني كيف تتركب وكيف بتشتغل. فتكرم عينك، يلا منيح اجت بوقتها، انا عم جليها تذكرتك. هلا بفرجيك اياها، هاي اخر قطعة دجاج. شعلت الغاز مرة تانية، هلا بنفس الزيت رح قلي البصل، ما رح زيد عليه زيت ابدا، كفاية الدهون يلي فيه. بسم الله، الصحن همجة. وهلأ شوفوا طعمة الدجاج كلها رح تصير بالبصل. أول نار نتفى لبين ما تقلى البصل بهالأسماء، خليني أنقع الرز. هلأ أنتوا حطوا كمية الرز يلي بتناسب عائلتكم. حبيب قلبي أنا رح حط 4 أكواب من هذا الكوب نشرب فيه شوي، يعني فينا نقول 3 4، خلينا نعمل 5 5. سخنت مي، ضيف عليها مي ساخن. بسم الله، دايما بنقع الرز حطوا ملعقة طعام من الملح، انا بحب حط ملح خشن. نعطيها تقليبة، نترك عجنة لبين ما خلصنا القلية. لكل بصلات كيف صاروا كأنهم تكرملوا، يا سلام على هالريحة، نكهة الدجاج كلها بالبصل. هلا شو حاخد فوقها؟ عندي بازيلا مفرزة، بازيلا وجزر، رح اخد منها تقريبا قدر كوب هاي الكمية وبضيفها فوق البصل مباشرة. وعندي الفاصوليا الخضرة كمان رح ضيف منها نصف كوب تقريبا.
بعطيهم تقليبة مع بعضهم، هني مباشرة بيدوبوا غير بيفكوا. لكم بس بكعب المعلقة بعمل هيك خلاص فكوا. طبعا ما بهرسهم، لا انا بس عم فكهم من التلج. هلا بدي اضيف لهم الملح، قدر ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وقدر ملعقه صغيره مليانه من الهيل، هيل المطحون. يعني انا بقول هاي الاكله اذا عملناها لعزيمه يا لطيف قد ايه بتبيض الوش، مع كتر ما طعمتها طيبه ريحتها طيبه وطعمتها اطيب، والكبار والصغار بحبوها. كبينا مية الرز وغسلناه كتير منيح، هلا بنزله بالطنجره. بعطيها تقليبه اول شيء قبل ما اضيف المي. بس شوي شوي بحرك مشان ما كسر حبات الرز. هلا طعمة الدجاج اللي قليناه بالبدايه كلها صارت بالرز هي والخضره. وشغلنا كله مثل ما شايفين حبايب قلبي بنفس الطنجره. هلا بدي اضيف المي، طالما الرز منقوع كل كبايه رز بالعادي انا بضيف لها كبايتين من المي، انتم بتعرفوا هالشيء، بس طالما الرز منقوع او منقوع كل كبايه رز بضيف لها كبايه ونص مي. سمي بسم الله ننزل. هلا النار انا تركتها عاليه تحت الطنجره، بهاي المرحله بنظبط الملح. بترك النار عاليه لحد ما المي تبلش بدها تختفي. بس قبل هذا كله شو حاعمل؟ منضيف الدجاج، منرتبهم عوش الطنجرة بهالطريقة هاي. بجرب رتبهم قدر الامكان. بتصدقوا اذا بقلكم شغلة، بس روح عبيع الجاج بقله عطيني الفخوت تاع اجر اليمين، بيطلع فيني شو يعني تاع اجر اليمين، او احيانا بقله تاع اجر الشمال. حزروا ليه؟ حتى بس اعمل هيك وصفات يتصفصفوا هيك بشكل دائري داير من داره. هلا البياع ما راح يعرف انا شو بدي وعشو ناويه، لا فبيستغرب، فانا بكون ناويه اني صفصفهم بطريقه مرتبه. هلا بس ينشف المي راح تشوفوا كيف هن مصفصفين هيك ورا بعض مثل الدولاب. هذا الفخذ الوحيد يلي جاي عكس الكل، الظهر البياع وقتها ما انتبه اعطاني اياهم كلهم اجري الشمال الا هي اجري اليمين. هلا في عندي هون زبيب، اي نوع زبيب عندكم اياه بيمشي الحال، بس انا هذا النوع كتير بحبه، ما بعرف ببعض الدول شو بيسموه. رح احطه هيك على الوش. طعم الحلو مع المالح انا من النوع اللي بحبه، بحب يدخل بالاكل المالح طعم الحلو، فاكتبوا لي اذا كنتوا انتم مثلي. الله على الروايح الطيبه. هلا بهالمرحله رح خلي النار تحت الطنجره الشمعه. اصلا بتعرفوا شو حاعمل؟ شايفين هالعينه الغاز اللي هون؟ هي اصغر عينه غاز اللي بعمل عليها قهوه. رح انقل الطنجره عليها
وخففها على أخف درجة حرارة واتركها تستوي على أقل من مهلة. بسم الله، من قلة عيشي حياتك. تعال فرجيكم علبة الزيت اللي كنت عم بحكي لكم عنها. ايه هي، كتير منكم اكيد تذكرها، هلا حفسر لكم اكتر عليها. هي بتجي 4 قطع مثل ما شايفين، انا بفكها بهالطريقة وبجليها. فمنعبي الزيت نحن هون، ليكو بتعرفوا شغلي، خليني اعبيها معكم فرد مرة، بس قبل خليني نشفها مزبوط تما نحط الزيت فوق المي بمحرمة نظيفة. حتى هذا القمع الأصفر بيجيني عليه أسئل، هذا اشتريته من زمان كتير من الوان دولار، تعرفوا محلات الوان دولار، احنا بالخليج بيسموه أبو 5 ريال. نحن عنا إياه الوان دولار، فهلأ 3/4 كفاية. منسكرها، هي جاي مثل المصفية مثل ما شايفين. هاي هي الفرشية، أنا كمان بفصلها بهالطريقة وبجليها سيليكون. هي هلا هي شو وظيفتها، شايفين البام بعصرها هيك بسحبها، بيسحب الزيتات، بيعبوا الزيتات بقلبها. بس خليني، تمام هيك سكرناها مزبوط، بس لازم نجلي بين الشعيرات منيح. فليكو شو قصدي، انا مثلا بعمل هيك بتعب الزيت هون، فلما بدي فرش شيء في زيت برفعه انا وعم بعصر شوي شوي بفرشه، كتير مهمه. بنحط شيء محل هون، ولبين ما كانت الاكل استوت رح اقعد هون جهز عدة السلطه. يعني اطيب شيء هالاكل يتاكل هي اما حدا سلطه يا اما لبن بخيار، وبحب انا دائما احط للسلطه توم. يعني ما بعرف، هي شغله بترجع ازواق، بس عن جد التوم بقلب السلطه او بقلب الفتوش بيعطيها نكهه، يعني بينقلها لغير عالم. شو رايكم انتو؟ فرمت السلطه وجهزتها، بس قبل ما تبلها خلينا، قبل ما دق التومات يا ربي، مش قبل ما تبلها وتبلها كمان، فخلينا نشق على الطبخة نشوف شو صار فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جربوها لهالأكلة ورح تدعوا لي. الدجاج منهنة مستوي لجوه لجوه لجوه، نهنا هتنهنا. وبالنسبة للرز، الرز مدردر الدردر. بتعرفوا ليش أنا ما عم شيل الدجاج وهيك؟ لأنه بدي أقدمها بالطنجرة يلي هي فيها. هاي الطنجرة يلي بتجي هيك ارتفاعها مثل الصينية، كتير بحب أنا أقدم الأكل فيها. لما بلحق وبعمل الأكلات فيها بحب أقدم الأكل فيها. فرح زيح فخدة دجاج كرمال عيونكم هيك على جنب، تفرجيكم الرز. ليكو الدجاج، ليكو ليكو، بدي اشيل لكم هاي العظمة بس حتى تشوفوا كيف الدجاج مستوي منهنهت نهنه. ليكو الرز، ليكو الرز كيف مدردر، شايفين؟ تفضلوا معنا يا جماعة. وهون حبايب قلبي أنا رح أنهي الفيديو تبعي لليوم، بتمنى من كل قلبي تكون استفدتوا. إذا بتطلعوا بمعلومة واحدة تكون فادتكم من أي فيديو من الفيديوهات اللي بقدمها، ليلى جواد بتكون رضيانة. آخر شي بدي أقول إني بحبكن كتير يا عائلتي اللي بفتخر فيها، أحلى عائلة بكل اليوتيوب. ملتقي معكن عبكرة بإذن الله بنفس التوقيت.